إذا تراجعون روايات أهل البيت صلوات الله عليهم في كل بعد من أبعاد الحياة، الأشياء الجزئية التي لا تخطر بالبال الأئمة وضعوا لها منهجا. إذا الإنسان سار على هذا المنهج يسعد في حياته. كيف يتعامل الرجل مع زوجته؟ الآن في المجتمع أغلب الأفراد يعانون في حياتهم الزوجية، أغلب الرجال مو راضين عن زوجاتهم، أغلب النساء مو راضيات عن أزواجهن، أغلب الآباء مو راضين عن أبنائهم، أغلب الأبناء مو راضين عن آبائهم، المخدوم مو راضي عن خادمه، الخادم مو راضي عن مخدومه. أهل البيت صلوات الله عليهم في كل جزئية من هذه الجزئيات وضعوا منهجا. إذا الإنسان كان يتبع هذا المنهج هو كان يسعد في حياته. إحنا مع الأسف لا نطالع أحاديث أهل البيت، لا نقرأ هذه الأحاديث، قد يكون حديث واحد في سطر واحد هذا مفتاح عقدة من عقد الحياة. الإنسان يعيش 40 عام 70 عام 80 عام ويعاني هذه العقدة في حديث واحد مذكور في كتاب الكافي أو مذكور في كتاب البحار حل هذه العقدة. حقيقة كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم فيها حل عقد الحياة. فإذا في الواقع نحن إذا التففنا حول أهل البيت، إذا مشينا على منهجهم، نحن الرابحون.